إلى نشرة السادسة. استخدمت محكمة تحقيق الكرخة الثانية المختصة بقضايا النزاهة عضوا في اللجنة المالية لمجلس النواب السابق بشأن نهب قرابة 4 تريليونات دينار من أمانات هيئة الضرائب. وذكر بيان رسمي أن عضو اللجنة أصدر توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام تدقيقات الجهات الرقابية، مضيفا أن الاستخدام جاء بتهمة الإضرار العمد بأموال الدولة. عقدت لجنة النزاهة النيابية مؤتمرا صحفيا بعد انتهائها من استضافة وزير المالية بالوكالة السابق وكبار المسؤولين في الوزارة بشأن قضية نهب الضرائب، مؤكدة أنها توصلت إلى معلومات جديدة، منها أن مصرف الرافدين أبلغ مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي بالسرقة في حينها ولم يتخذ أي إجراءات احترازية. أول موضوع جديد هو أنه مصرف الرافدين قام بإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، والبنك المركزي لم يتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في وقتها، وكذلك تم طرد وعزل موظفين النزهاء. الموضوع الآخر أن وكيل وزير طيف تقول لا أعلم ولا أدري وليس لي علاقة. والإجابة الثانية للمسؤولين اليوم لوزير المالية والكادر المتقدم أنه لا توجد وثائق لدينا، لا توجد في الحاسبة، لا يوجد استنساخات. الفضيحة الكبيرة جدا أنه رأس مال الشركات التي سحبت 3,700,000,000,000 هو 1,000,000 دينار فقط. الشركات الخمسة كل شركة رأس مالها 1,000,000 فقط، هي التي قامت بسرقة 3,700,000,000,000. الوزير السابق المكلف سابقا يقول هناك سرقات كثيرة في هذا الموضوع، وكذلك إجابة الكادر المتقدم أنه توجد هناك خطر على الأمانات سواء سرقت أو لم تسرق. من جانبه قال محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن المجلس سيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى سجن المتورطين في سرقة هيئة الضرائب. المندلاوي وخلال استضافة لكادر المتقدم في وزارة المالية تحدث عن ضرورة ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذه الجريمة أيا كان منصبه لحفظ أموال العراقيين من أيدي الفاسدين. وكانت النزاهة النيابية شكلت لجانا فرعية لمتابعة الإنفاق الأموال ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وملفات الفساد. عضو اللجنة أحمد الربيعي قال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إن اللجنة لن تتوانى خلال المدة المتبقية من العام الحالي عن إحالة أي ملف تثبت فيه حالة فساد إلى القضاء لينال المقصرون جزاءهم لكون مخصصات الدعم الطارئ أموالا لعموم الشعب، مشددا على أن اللجنة ستستضيف جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون. ناقش برنامج مع ملا طلال قضية نهب التريليونات من أمانات الضرائب، وقال مشاركون في البرنامج إن سرقة أموال الدولة جريمة منظمة وقد تأخذ بعدا سياسيا، مشيرين إلى أن قرار إيقاف تدقيق ديوان الرقابة المالية يعد الباب الأول لسرقة الضرائب. أنا أعتبرها من باب الجريمة المنظمة، وثانيا هنالك استخفاف في العراق في قضية الجريمة الاقتصادية، بدليل أنه ليست لدينا مباحث اقتصادية ومباحث أموال كما تسمى موجودة في الدول الأخرى. لو كانت القضية قضية فنية بحتة كان تأخذ مساراتها، لكن إذا أخذت بعدا سياسيا فإنها ستخضع للمساومة والتفاوض، وأنا أخشى ما أخشى أن تكون كذلك. المخالفة الأخطر، هل مهمة رئيس اللجنة المالية هسه السيد النائب موجود، مهمة السيد رئيس اللجنة المالية بالدورة الماضية أن يوقف إجراءات لو يحدد إجراءات رقابية، لو يحدد الخلل بالإجراءات الرقابية ويحاول يتبعها؟ قرار إيقاف هو بحد ذاته فساد،
قرار ايقاف التدقيق من قبل الديوان الرقابة. من قبل ديوان الرقابة المالية هو بحد ذاته فساد. كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط وزير النفط حسان عبد الجبار في بيع قطعة أرض خلافا للضوابط والتعليمات وبأسعار زهيدة. دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان أن ملاكات مديرية تحقيق بغداد رصدت مخالفات في عملية بيع قطعة الأرض التابعة لدائرة عقارات الدولة، لافتة إلى إقدام وزير النفط على المضي في إجراءات البيع. هذا واستضافت النزاهة النيابية الوزير إثر تفجر فضيحة نهب تريليونات الدنانير من أمانات هيئة الضرائب، إذ كان يشغل منصب وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه بعد تحول الفضيحة إلى قضية رأي عام. سياسيا، رجح عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع أن يقدم مرشح رئاسة الحكومة محمد الشيع السوداني كابينة وزارية غير مكتملة للبرلمان، مؤكدا لبرنامج الحق يقال غياب التوافق بين الأحزاب على إجراء الانتخابات المبكرة. أنا عندي يعني قراءة ومصادر أكدت على أنه الكابينة غير مكتملة، يعني وضافوا لها وزارة اللي يعني استرجعوا وزارة حقوق الإنسان. وأكد هذه المعلومة أنه ما في حاليا اتفاق إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة بشكل واضح، وحكومة السوداني ستأخذ يعني مداها المقرر لها دستوريا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام الفيلي. أهلا بك دكتور عصام. يعني بداية، كيف تابعت تطورات عملية اختلاس الهيئة العامة للضرائب، ولماذا كشفت الآن مع أنها كانت مثبتة من قبل؟ نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد هنالك قول يقول تعجبين من سقمي وصحتي هي العجب. بالتالي موضوع الفساد يمثل متلازمة لطبيعة المنظومة السياسية منذ عام 2003 وإلى يومنا الحاضر. قد يكون هنالك البعض من يمتاز بالعفة والنزاهة، لكن طبيعة التخادم ما بين القوى السياسية في ملفات الفساد يبدو أنه الأكثر وضوحا. إضافة إلى كل هذا، أن اللافت بالنظر أن حتى في عملية تشريع القوانين العفو العام يشمل بها من يسرق المال العام، وهذه هي أم الكوارث. إضافة حتى إلى قانون الأحزاب، هنالك دول تضع في قانون الأحزاب الخاص بها، هنا أتحدث عن تركيا، فمثلا كل من يتهم بالفساد لا يحق له الترشيح لمجلس النواب وإلى أي مجلس تنفيذي على الأقل لمدة 10 سنوات. هنا أتحدث عن تهمة ولا أتحدث عن جناية في مجال الفساد. ولذلك أقول أن هذه القوى هي توقن تماما أن طبيعة الفساد هو سر ديمومتها، ويقولون كيف لنا أن نمول أحزابنا ما لم يكن لدينا هنالك مصادر للتمويل، سواء كانت مصارف، جامعات، مدارس، مستشفيات، وكثير من مفاصل الدولة التي استطاعوا التوغل بها. إضافة إلى كل هذا، أن المحكمة أجابت حقيقة، المجلس القضاء الأعلى أجاب أن هنالك كتاب مرسل إليها منذ أكثر ما يقارب من 3 أشهر في هذا الموضوع، وبالتالي أن عملية الإثارة في هذا الموضوع ربما يكاد يكون له أهداف معينة من الذي أثارها. يبقى السؤال المطروح أمامنا، ورد في تقريركم حقيقة أن الشركات تمتلك $1,000,000 معظمها، إذن كيف لهم أن يسمحوا حقيقة في موضوعة الصرف في هذا الاتجاه والسحب كثير من الأمانات التي بالأساس هي تكاد تفوق 10 أضعاف مما يملكون. إذن نحن أمام يعني منظومة فساد متكاملة. هناك سرقات جرت يعني على مر السنوات الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى المتهمين، فهذه المرة أن يتم فعلا القبض على المتهمين بسرقة التريليونات أو فضيحة التريليونات؟ يعني أولا، آخر تقرير صدر لأحد مؤسسات الشفافية العالمية وأحد الصحف قالت أن فقط في فترة زمنية لا تتعدى ربما يكون أقل من 10 سنوات، أن عدد المبالغ المسروقة هي أكثر من $550 مليار. بمعنى هذا نحن أمام تسونامي من الفساد له بداية وليست له نهاية،
وهذا التسونامي يجعل كثير من القوى السياسية أن تتغول طالما ليس هنالك حسيب أو رقيب. إضافة إلى كل هذا أن هذه المافيات هي مافيات منظمة، قد يكون الأذرع في الداخل ولكن الرأس المنظم لهذا الفساد أقولها خارج العراق، وهي تعمل بطريقة أقولها كارتلات الفساد. والكارتلات الاقتصادية عبارة شركات قابضة للفساد تتجاوز أقولها العراق، لأنها تضع الخطة الخمسية لسرقة مقدرات العراق، ويبدو أنها قد تطورت بعد أن تجاوزت مرحلة الخوف لكي تذهب باتجاه وضع خطة عشرية للفساد، في حين أن هنالك دول تضع خطة عشرية للتنمية. وهذا ما يجعلهم حقيقة أن ينتقل الفساد من الطبقة العليا في أقول الدولة العراقية إلى الطبقات الدنيا والوسطى وبقية الطبقات، لأنها تدرك طالما أن الشخصية السارقة تقدم لمن هو أعلى المبالغ اللازمة، سواء كانت أتاوى أو أقول إرضائية، في هذا الموضوع يجعلهم أي متحرك باتجاه الفساد سيقبر باللحظة. طيب، في سؤال أخير، يعني سياسيا هل تتوقع أن تعقد جلسة يوم السبت لتمرير كابينة السوداني، خصوصا وأنها لم تكتمل يعني حتى اللحظة هذه؟ يعني السيد السوداني يواجه تحديات مثل كل رؤساء الوزراء، يعني حقيقة بدءا من مصطفى الكاظمي الذي سبقه وانتهاء بإياد علاوي. السبب الذي يكمن أن الخلل في طبيعة نظام الحكم، وبالتالي حينما يكون منح الصلاحية لتشكيل الوزارة يمر عبر البرلمان، لابد أن يكون هنالك شروط وإملاءات للذين يصوتون على الوزارة. لو كان أقولها مثل كل النظم الديمقراطية، مثل في النظام السياسي الفرنسي، يكون السلطة مشتركة المسؤولية ما بين رئيس الجمهورية ورئيس يعني حقيقة البرلمان، وقد يكون أحيانا رئيس الوزراء. في موضوع اختيار الشخصية حينما لا يمر عبر بوابة أقول التصويت، التصويت في العراق يعني أنك عليك أن ترضيني قبل أن أصوت لك. بالتالي حتى موضوع الكفاءة وكل من يتحرك باختيار الكفاءة أو الأنزة سيدخل في مفاوضات، بل إننا في هذه المرحلة. هذه المعطيات، هل تتوقع أن تعقد جلسة يوم السبت؟ يعني إلى الآن الوضع صعب. يوم أمس كان هنالك مستوى من الصراعات بين كتل ضمن مكون واحد، هنا تحدث لا أقصد مكون معين، ثلاث مكونات بينها صراعات. إضافة إلى كل هذا، كل يريد نوعية الوزارة التي تتلائم مع طبيعة نهمه أو إيمانه بأنها الأكثر أموالا. إذن أستاذ العلوم السياسية دكتور عصام الفيلي، كنت ضيفنا في نشرة السادسة، شكرا جزيلا لك. استقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ ميسا الخنجر في مقر التحالف ببغداد سفير الألماني في العراق مارت ييجر. بيان للسيادة ذكر أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف البيان أن الشيخ الخنجر أكد أهمية التواصل بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما جدد السفير الألماني استعداد بلاده لمساعدة العراق ورغبتها في تعزيز أواصر التعاون عبر جميع المجالات. دعا رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز مجلس النواب إلى العمل بنظام أشقت لحسم القوانين المعطلة والمرحلة من الدورات السابقة، مؤكدا لعزم على إقرار قانون الموازنة. وفي تصريح صحفي ذكر العنوز أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة الموازنة من الحكومة الجديدة بعد إكمالها، وفيما نفى وجود ثغرات قانونية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، أشار إلى وجود قوانين لم تطبق بصورة صحيحة ولم يتم الالتزام بفقراتها بالشكل الأمثل. أكدت وزارة الخارجية أن خفض مجموعة أوبك
بلس لإنتاج النفط مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين. ورفض بيان للخارجية أي سياسة تهدف إلى الضغط على أعضاء المجموعة، مؤكدة دعمها موقف أوبك وخاصة السعودية، ودعت الوزارة إلى ضرورة معالجة كل خلاف في سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أمنياً، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن عصابات داعش الإرهابية فقدت القدرة على القيادة والسيطرة بفعل الضربات القاسمة. المتحدث باسم القيادة لواء تحسين الخفاجي قال لوكالة الأنباء الرسمية إن سلاح الجو قتل أكثر من 150 قيادياً إرهابياً منذ بداية العام الحالي حتى الآن، موضحاً أن المعلومات الاستخبارية والأمنية أسهمت في تحييد حركة العصابات الإرهابية. نظم عشرات من خريجي الكليات وقفة احتجاجية في قضاء المدينة شمال غربي البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل. الخريجون الذين تجمعوا أمام حقل غرب القرن الاثنين أمهلوا الحكومة المحلية أسبوعا واحدا لتنفيذ مطالبهم، وفيما توعدوا بالتصعيد والاعتصام المفتوح هددوا بغلق الحقول النفطية المجاورة لمناطقهم في حال عدم الاستجابة لهم. عشرين سنة مشيب أنا، عشرين سنة متحمل عائلة أربعة وعدي أخت يتيمة، الأخت هاي شو أسوي لها الأخت هاي؟ وإلى ديالى، حيث تظاهر عشرات من أهالي المناطق الغربية في بعقوبة للمطالبة بتنفيذ الخدمات واستكمال المشاريع المتلكئة. وطلب الأهالي باستكمال مشروع المجاري المعطل منذ عام 2014، كما دعوا إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن تلكؤ المشروع الخدمي الذي فاقم مشاكل الصرف الصحي في ظل التوسع السكاني. طلعنا بهذا اليوم لأنه على مود مشروع مجاري غرب معقوبة. هذا المشروع متواعدين بأي حكومة تجي سواء المحلية أو الحكومة المركزية، تواعد به، ولحد هاي اللحظة ما شفنا أي إنجاز من عنده. التعليم منتهي، المدارس متهالكة، التربية غير متساعدة مع كافة الإدارات، رحلات ما توجد، بنكات ماكو، اكو مدرسه تدخل لها بنكه ما بيها. لربما سكوت هاي المناطق يعني خلى الحكومه تتجاهل هاي المناطق. اليوم كل منطقه اذا ما بيها فد شخص يطلع يطالب يراجع ما حد يبغى عليه، ما حد يلتفت عليه. أزمة مرورية خانقة في الحلة، فطرقها لا تكاد تخلو من الحفر وفوضى سير المركبات التي تسببت خلال أقل من عام في أكثر من 5000 حالة بين إصابة ووفاة جراء الحوادث المرورية. طرق ضيقة متهالكة وأخرى تخضع لصيانة بطيئة أشبه بالتوقف أو أشبه بحال السيارات في شوارع الحلة وقت الذروة، مما يزيد وضع المدينة سوءا، افتقارها إلى المسارات الحولية لمنع دخول السيارات الكبيرة المتوجهة إلى بقية المحافظات عبر مدينة الحلة بسبب عدم تخصيص أي أموال محلية أو اتحادية لإنشائها. احنا عادين طرق حولية للمحافظة تنقذ المحافظة من أي ازدحام. أعمال التأهيل أيضا والصيانة لحد الآن ما جاينا أي مبلغ لا من ديوان المحافظة ولا من الوزارة على مود تأهيل الطرق. احنا الطرق الثانوية لن يراد لهم صيانة دورية، ولكن هذه الأزمات اللي تصير وبالذات بالتأخير الموازنة تعطينا. ومع انعدام الطرق الحولية يتفاقم سوء الوضع في شوارع الحلة،
إذ لا يكاد يخلو طريق من الحفر وفوضى سير المركبات، فيما تقع هذه الطرق ضمن مسؤولية بلدية الحلة التي تمتلك معملا لإنتاج الإسفلت بطاقة 350 طنا في الساعة، لكن معايير وشروطا معينة تمنع تأهيل أي من هذه الشوارع. هناك معايير لاختيار الشوارع، في هناك ممكن اختصارها بأنه قد يكون عدد السكان المحيطين بالشارع المستفيدين من التبليط، إذا أكو مدارس، إذا أكو رياض أطفال، المؤسسات الصحية، هذه كلها تلعب دور باختيار الشارع المراد تبليطه وإكساءه. أكثر من 8 مليارات دينار خلال 4 سنوات استحصلت من مبالغ الجباية من أصحاب السيارات، لم يلحظ المواطن لها أثراً على طرقه، بل على العكس من ذلك، إذ سجلت صحة بابل أكثر من 5000 حالة بين إصابة ووفاة جراء الحوادث المرورية في المحافظة خلال هذا العام. من بابل، حيدر الشلبي، يو تي في. إذن وصلنا إلى ختام نشرة 6، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.